أيها الحرس، أيها الحرس، توجد آفات تلوث شوارعنا. مجرم الوغد، استدعوا الحراس، تولوا أمر القتل. مجرم وغد، ستنال ما تستحقه. أيها العرب، باسم انضم، فلتصحبك السلامة في رحلتك.
باسم، كنت أعرف أنه أنت. ليس لديك وحدك أعين ترى من بعيد. إذن يا تبب، هل ملأت الشوارع بالأعين والجواسيس؟ هكذا حياة الرفيق، لولا معرفتي أين كنا سنصير؟ المعرفة أداة، سلاح، يمكن استخدامها في الخير أو الشر، والتنظيم يستخدمها في الشر حقا. ماذا عرفت؟ الفساد مستشر جدا داخل بيت الحكمة. إنهم يستخدمون كتابا قديما ليبنوا جهازا خبيثا. لقد سمعت شائعات عن هذه البدعة الكفرية، يطلقون عليها العمل العظيم. يجري التنظيم تجارب على الناس، تجارب قاتلة. لقد ردعتهم بشكل مؤقت، لكن شخصا يدعى الرابيس يدير الأمور في بيت الحكمة. ألديك فكرة عمن قد تكون شخصية رابيس هذا؟ إنني أشتبه في العالم الكبير فاضل فهيم. ذلك العجوز الواهن؟ الأدلة التي جمعتها تخبرني بذلك. ربما سيقيم بيت الحكمة ندوة كبيرة قريباً، اجتماع غير رسمي للعلماء، درس، مرطبات، لغو، حتى إن العظيمة عريب ستحضر. اذهب، تجسس على هذا المدعو فاضل بحذر، لكن لا تشهر نصلك في الندوة، لا نريد أن نكشف أمرنا بعد. لكن إذا كان فاضل مذنباً وبمفرده، فحينها كالأفعى السام عليك لدغه، لكنك لابد أن تكون متأكداً. قبل أن أتصرف، سأكون متأكداً. باسم، ماذا؟
مهلا. الأمر لن تمر أيها الأحمر. لن تنجز الحيل. حان وقت سحب الأحزان. أرأيت ذلك يا آكل القذارة؟ جيد، ليستمر حذره. مرة أخرى. يكفي دون تعجل الآن. سأمزقك أشلاء. سأنالهم.
أي جنون هذا؟ من يرمي الأشياء في الأنحاء؟ أنت، توقف. انتهى وقت اللعب. اجحدوا خوف الأشرار وهم يموتون. ركز يا باسل. زرقاء مريعة كتلك، لابد أنه لنتدرب على المباراة. أراهن على تفوق. أتعتقد أن حسين يدرك أن الجاحظ يشير؟ بالله، لا يبشر ذلك بخير. ما الذي يجري؟ علي الهرم. العجوز بجوار السوق يقول إنه حصل على تلك الندبة من قتاله عملاقا إغريقيا. أعتقد أنه سيساعدنا. لا يمكن أن تكون بتلك الصعوبة. ما رأيك في موقف الكثيرين من كل هذا؟ لا شك أن لديهم مشاكل.
ماذا؟ انتظر، سأعلق أشلاءك على كل باب من بوابات المدينة لنتحدث معا. حلفك الحظ هكذا المرة المقبلة. علي العرب، لا أريد أن أموت. حسناً، سأنجح. كيف مكانك؟ لكن قدر النجدة، أيها الحرس، القاتل طليق، القاتل هنا. لا 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 لا، كان الغبار فظيعا في الخارج بجوار نهر بن حيث أقصر. الأفضل أن أستكرر بالظلال. راجب علماء الرياضيات المراجعة المقترحة التي أجريتها على حسابات أبي معشر فيما أخشى. صاحب قد
أنا صوتك جاهزة. تابع جيدا الأخبار الواردة. امضي بعيدا. يا أهل بغداد، حلت بالمتمردين هزيمة جديدة لتبتهجوا بانتقام خليفتنا السريع من أولئك الذين ينكرون السلطة. يفترض أن الندوة هنا حيث يشارك ألمع الأشخاص في بغداد حكمتهم. معذرة، أبحث عن درس العالم الكبير. سيبدأ درس فاضل فهيم حول أسلاف البشر السابقين على الطوفان عما قريب. استمتع بمخزوننا من أطايب الطعام والمرطبات اللذيذة من فضلك حالياً. أين الشاعرة أوريب المأمونية؟ ذلك المدعو سند شخص ذكي سيقدمه إلينا في درس الأسبوع المقبل. أين عريب؟ تمنيت أن أنال نفحة من هالتها العظيمة، من النادر رؤيتها خارج المدينة المدورة. المحبوبة في الحديقة تتأمل جمال وكمال الطبيعة. أن يكون المرء زهرة بين يديها الحكيمتين هو إلهام لبيت شعر ركيك. لابد أنها مرتاحة لتحررها من رعاتها الأثرياء. لعلها تعيش حياة مزدوجة مثيرة وسرية، فتخرج من قصورها خلصة بحثاً عن الإلهام في حياة العامة. أشك في ذلك. ماذا ترى؟ قلت لك سأراك بالجوار. بالفعل، وما الذي أعادك؟ أريد أن أريك شيئا. هل لا تعد إلى هنا؟ تحتوي فتحات بيت الحكمة هذه على أكثر الحلي والأدوات غرابة. سبق أن جئت هنا يا نهان. هذه حجرة أحمد بن موسى. أكنت تتسللين إلى هناك؟ أحمد وإخوته قادرون على تصميم بعض الأجهزة المدهشة. أخشى أن كل أفكاره ليست عملية بهذا القدر. لا تختل بنفسك، فالعالم مليء بالعجائب.
هل هذا يذكرك بكوابيسك؟ لا، بل شيء من البيمارستان أو مخطط تدريب للمستترين. آه أجل، الطرق السريعة للقتل بصمت، موت في ثوان. يصيبني بالقشعريرة كما لو أنني أقترب من سر كوني. تقرأين كثيراً عن السحرة والمدن المفقودة والمدفونة أسفل الكثبان. أنت لا تقرأ بما يكفي، لعل هنالك عوالم أخرى، أناساً آخرين بالخارج وسط النجوم. هذا هراء. هذا؟ لقد رأيت هذا الرسم التوضيحي من قبل. هل هذا ما أردت أن تريني إياه؟ نعم، لقد ذكرني بذلك الغرض الذي وجدناه في القصر. ما هو؟ رسم من كتاب قديم. هناك شيء تخفيه عني. لن ترغبي في معرفة ما يحدث خلف الأبواب المغلقة. لماذا؟ لأنك أيضاً لا تعرف؟ لأنه كما قال درويش، من الأفضل أحياناً ألا نعرف الحقيقة وراء ما يجب علينا فعله. الحقيقة يا باسم هي أن كل شيء هنا نصب عينيك، لكنك ترفض النظر إليه. هذا يتعلق بك، لطالما كان الأمر يتعلق بك منذ تلك الليلة. لقد قطعت عهداً يا نهال أن أترك حياتي القديمة وراء ظهري وأسلك مسار الظلال هذا. وربما ستعثر على النور يوماً ما، لكن حتى ذلك الحين سأسير خلفك في كل خطوة من مسيرتك كي أذكرك بألا تنسى من أنت. هل ذلك تهديد؟ لا أعرف. يا حنين، كان ينبغي أن تتمهل العودة. أعرف، لا أزال متوتراً، لكنني لم أستطع الابتعاد عن كتبي. لا مفر من تأدية واجبنا دائماً. وداعاً. سيدي، لقد تشرفت بمعرفتك. من الجيد رؤية الشباب يستمتعون ببيت الحكمة. تعتقد أن العالم الكبير سيلقي درساً جيداً؟ لا تهدر وقتك في الاستماع إلى ترهاته، لقد كتبت العديد من الكتب العملية والتأديبية بدلاً من ذلك. عن أي الموضوعات؟ لقد كتبت باستفاضة عن الساعات الشمسية والأسطرلابات والنجوم والكواكب ومحيط الأرض. مذهل يا سيدي، سأقرأ مزيداً من أعمالك قريباً. وداعاً. قد يكون ذلك العالم الفلكي واحداً منهم، إلى أني أشك في ذلك. لا عينيك يا صديقي.
بأن ترتفع الضرائب أيضاً. زادت ضريبة في الغالب بأن تعترض التقاط. أيضاً لكن لابد أن ندفع عن هذه المنطقة. لقد وجدت خبازا جيدا على أحب التنوع في أسواق الجرجري. هناك فرص كثيرة. ها هي الشاعرة التي يحبها. ماذا؟ السماء والبحر بعيدان، لكنهما في عينيك أنت وحدك يلتقيان. لقد قرأت أشعاري، ومن أنت يا ترى؟ محب للشعر ليس أكثر، وللنظام أيضا. أم هل أقول الفوضى؟ لا أعرف سوى شاعر واحد ممن يحبون الفوضى إلى هذا الحد، وهو علي بن محمد. هل أنت من محبي عمله الغث؟ التنافس بينكما أسطوري، من شأنه تعزيز الصناعة، لا يسعني الاختيار. أنت لبق للغاية، لكنني أفضل البحث عن الإلهام وسط هذه الأزهار البديعة. طاب يومك. يبدو أن الدرس على وشك البدء، علي الرجوع إلى الكهرمان. أستميحك عذراً، هل درس فاضل فهيم على وشك البدء؟ بالفعل، تفضل بالداخل. مرحباً بكم جميعاً في بيت الحكمة، مركز التعلم في بغداد، بل في العالم بأسره. أنا فاضل فهيم في بيت الحكمة وأحكم الحكماء. اليوم سأصدمكم بما قد يبدو كلاماً كفرياً صارخاً. لا تخافوا أيها الصالحون، رغم أنني كهل فإن ذهني لا يزال حاداً كالفولاذ. سأتحدث اليوم عن الخفايا، عن مخلوقات من العصر السابق على الطوفان. ألا يخبرنا الأنبياء القدامى عن عمالقة وجدوا قبل الطوفان؟ هجروا الله وعبدوا أصناماً باطلة؟ أليس من الممكن أن يكون هؤلاء العمالقة قد بنوا عجائب وأعمالاً ذات قوة مذهلة بعد من الآن؟ ماتت زهرة وحسان، قتلا بنصل حشاش. ماتا؟ أنصحك بالاختباء حتى يصبح الوضع آمناً. نعتذر لكم جميعاً، لكن درسنا قد انتهى. من فضلكم لا تترددوا في استكشاف حجرات بيت الحكمة الممتازة العديدة. ت...
تسمي نفسك العالم الكبير يا فاضل، يا من تحرق الكتب أملاً في أن يستر الدخان جرائمك. كم عدد الذين ضحيت بهم بحثاً عن المعرفة؟ كم استخدمت وآذيت وتخلصت باسم الاكتشاف؟ والآن تختبئ داخل بيت الحكمة، البيت الذي انحرفت به عن غايته. لكنني سأعثر عليك وسأحقق العدالة لكل روح عاملتها بوحشية من أجل عملك العظيم. الخبر صحيح، فاضل يقود التنظيم في العباسية، علي ملاحقته. أيها الناطور، دعني أمر. الذين أتوا من قبل هم؟ ما الذي تتحدث عنه؟ الذين أتوا من قبل هم؟ سأرد عليك لاحقا. أضعت أعظم أعمال فاضل. إذا ذهبنا إلى بيته المحتال العجوز فاضل قد اختبأ. لم أره. كم هذا مشوق! ما الذي أخاف العالم الكبير؟ لابد أن العجوز الأحمق قد تخيل أحد مخلوقاته في العصر السابق على الطوفان. عار عليه بحق. لكن إلى أين هرى؟ يشاع أن هناك ممرات خفية أسفل بيت الحكمة، ربما اختبأ هناك بالأسفل. سمعت بستاني السطح يذكر هذه الأماكن. أجل، سأورد هذه التفصيلة في أبياتي الشعرية. لقد اختبأ العالم في الأنفاق السرية بعد فراره، تطارده الأوهام سعيا نحو دماره. لننظر على نطاق أوسع. أين الكهرمان؟ أرغب في تقديم شكوى عن قصر الدرس لأنني ما زلت بلا استفادة. أرأيت الرعب الشديد على وجه العالم الكبير؟ بدا كشخص على وشك أن يثقب جمجمة. كم هذا مقرف! انسي ما قلته. بتلك النظرية على الإطلاق. هل قرأت رسالة أن يكون المسجد علي استدعاء الحرم؟ لا أقصد تغيير الموضوع. لا، سآتي لمساعدتك، لكن ليس المكان خال، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. you
يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. إلينا. أعذرني، لكني سمعت شائعة عن سرداب خفي أسفل بيت الحكمة. سرداب سري؟ لابد أنك تمزح. لا، على الإطلاق. لابد أن يحتوي مبنى كبير كهذا حتماً على سراديب وأقبية لتخزين الكتب والحبر. لا يوجد أماكن كهذه في هذه المباني. لعل ذاكرتك تنتعش بعملة بسيطة مني. سخي للغاية. جرائم قتل وفوضى ومشاعل. أنا لي أن أغادر بيت الحكمة. لدى أبي متجر سجاد فاخر في سامراء، ولطالما أراد مني أن أتولى مهنة العائلة. قرار حكيم. الآن ماذا عن الأقبية المخفية؟ نعم بالطبع، لا تؤاخذني. بخصوص ذلك، هنالك فتحة سرداب في الفناء الشمالي الغربي. شكرا لك. كن عيني يا إيكيدو. المكان خالي، سأستخدم أسلحتي مجددا عند الحاجة. ماذا تعني بإضاعتك تحفة العالم الكبير الأدبية؟ متأسف، التهيت بحضور الشاعرة الشهيرة عريب. انسى أمر الشاعرة، لنعثر على كتاب فاضل وإلا أصبحنا أمواتا. يبدو كجزء من عبارة مرور. ذلك لا يبدو في مكانه، مقحماً خلف طاولة هكذا. تاريخ العالم الكبير وإصلاحاته الهائلة في بيت الحكمة. تأليف فاضل فهيم. لست واثقاً من أن هذا هو المجلد الصحيح. يبدو أن شخصاً ما ترك كتاباً في بئر السلم.
يذكر هذا الخطاب شرفة قراءة خاصة، قد تكون المكان الذي أخذ القارئ الكتاب إليه. مجلد مذهل من تأليف فاضل فهيم، قد يكون تحفته الأدبية. عنوانه: الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. هذه حتما العبارة. ألست محققا متمرسا؟ من الأفضل أن تبقى متأهلا. فلتلقى ربك، لقد رأيتم. ألزم السطح، ثمة عمل كثير لأدائه. حالت نهايته. صحيح خاصة بعد جريمة نقطة تلو، إلى ما يتحول هذا المكان. روباتك سمعوا حسنا، ماذا حدث هنا؟ يكون هذا المفتاح مفيداً. يستحسن ألا أستخدم أسلحتي هنا. شمالاً وجنوباً معهم دقيقة يلتزمون بها لئلا يخلوا بها. سمعت شيئا مثيرا. للمتابعة
أيها الناطور، الذين أتوا من قبل هم العالم الكبير في بيت الحكمة. لا، انتهينا. أكرر عليك السؤال، الذين أتوا من قبل هم الذين سيعودون. أصبت، يمكنك المتابعة. المكان خالٍ، سأستخدم أسلحتي مجدداً عند الحاجة. إنه نداء القدر. لن يضعني أحد في ذلك الشيء أبدا. لدي من المتطوعين. لن أدخل هناك ولو نزعت أسنان. لن يمر أحد من خلالي. ماذا كان ذلك؟ ها؟ أمسكت بك. حشرة.
ثمة خطب فادح هنا، رائحة من العفن والحديد. قد تساعدني تلك الأردية على الاقتراب من فاضل. لن يحتاج المسكين إلى هذا مجدداً. سيساعدني هذا على التخفي. الشخص التالي، ادخل الآن. ثمة أهوال هنا، لكن الأفضع هو أنني قد رأيت كل ذلك من قبل بشكل ما. من يجرؤ على التدخل في عمل العظيم، قتل حلفائي وإفساد دروسي؟ إنها إهانة. يبدو أن ذلك من عمل حشاش متمرس. لابد أنهم فصيل ما في المدينة المدورة، أو أحد أولئك الغاشمين الغيورين في الشرقية. جرائم القتل هذه متقنة بالنسبة لمرتزقة. لا يهم، ما إن أفهموا كيفية عمل الآلية سأثبت نفسي للبهاموت. من هنا أيها المعدوه. تعلمت منه شيئاً أو اثنين. لدي فتاة تنتظرني بموطني في ديار بكر. لقد قابل أبي أباه وهما يتوقان لإتمام الخدمة. أنت جديد، ألست كذلك؟ إنني لا أعرفك. وعدوك بالذهب عندما تطوعت، أليس كذلك؟ ما أنت بصدد أن تشهده يفوق كل ثروات الدنيا. لا تخف. هل أنت خائف؟ هذا عمل العظيم أدعوه الروح، ستأخذك في رحلة إلى عالم آخر. لما ترك الأولون خلفهم هذا العالم مليئا بالحمقى؟ ولما لم يتركوا من أمثالي إلا القليل؟ ندعو هذا بيت الحكمة، لكن أسسه غير سليمة. لأن أسفل بيت الحكمة تقبع زنزانة الجهل، وعلى أسرار مظلمة كهذه نبني فلسفاتنا. العلم أنبل غاية، والمعرفة أعظم قوة. لا، لا. ماذا إذن؟ هذا المكان قد يكون هنا حيث تكمن المعرفة المطلقة. إنه ليس كما أتذكره. وراء الأبواب بدا أكثر إشراقا. لكن في النهاية كل ما نراه هو الظلام.
إنه يؤمن بهذه الكائنات القديمة، أسياد الذاكرة. لا جدال في الأمر، كان فاضل متورطاً في التنظيم لا أخمص قدميه. الحراسة حقا أحب الذهاب معك. حتى الصاحب قد تناوله.
قاتل. على يدي. معا نرى كل شيء يا إنكيدو. هيا هيا. عثرت على هدفي. في غنى عن إراقة تلك الدماء. لقد حانت ساعتك. الأمر لقد رأيتك. جئت لإخراجك. الحمد لله، هناك مشكلة صغيرة واحدة فحسب.
تعرضت لبعض الإصابات ولست متأكدا من قدرتي على السير. لما اختطفك قطاع الطرق؟ اكتشفوا أسطورة قديمة حول كنز كبير في هذه المنطقة. أحتاج إلى مساعدتك.
أنت بأمان الآن. الآن بخصوص هذا الكنز. كنز؟ لا يوجد كنز. على الأقل ليس مكة من إخبار قطاع الطرق، وإلا قطعوا رقبتي. إذا لم يكن ذهبا؟ إنها المياه التي تجري تحت أقدامنا في أرض قاحلة. تلك المياه أثمن من أي قدر من الذهب. فهمت. الحمد لله. هيا! باسم ابن إسحاق، كيف وصلت إلى هنا؟ أمر سهل، اتبعت آثار الدم فحسب. لا يجب أن تكوني هنا. هل تكلمه؟ أحياناً، نعم. لكنه لا يرد، وأنا أرد. لقد افترقنا منذ ذلك اليوم، لكن ما رأيناه حين كنا في القصر، هذا النور، هذه الأصوات، لا يمكن أن تكون قد نسيتها. على عكسك يا نهال، أنا أدع الماضي في الماضي. أتسمي البارحة ماضياً؟ وهذا الجني الذي يراودك، هذا الظل المنفر الذي يسحق صدرك، أزحف عائداً إلى الماضي هو الآخر؟ لا، إنه لا يزال هنا. في بعض الأحيان، حتى في النهار، أشعر بأنفاسه على رقبتي، حيث يغزو الكابوس العالم الحقيقي، أو ربما كان دوماً جزءاً منه. هذا جزء من واقعك يا باسم. أنا جزء من واقعك أيضاً. أنا ماضيك. أخبرني، هل ستتركني هناك؟ في زوايا ذاكرتك المظلمة؟
لن أفعل. ماذا لو اخترعت مكنسة آلية للبساط؟ باسم، انتهى الأمر. وكيف سار ذلك؟ سنؤجل هذا الحديث إلى يوم آخر لنتابعه في إحدى أسمارنا على نار المخيم. أحسنت صنعاً يا صديقي. سأرجع إلى عملي، تعرف أنني أشعر بالملل بسهولة. شكراً على ما فعلته يا باسم. إنها الحقيقة، لقد أحسنت صنعاً. سؤالنا خير، عريب، هل كانت متورطة؟ ليس على حد علمي، لكننا يجب أن نظل يقظين. أنا باسم، أنا بجوارك. باسم تمهل. لا أستطيع تركهم في انتظاري. هل يعي رفاقك أن صائدهم كان مطاردا في منامه؟ لو كان في منامي فقط لتحملته، لكنه تبعاني عندما فررت من الأنبار. الآن صار يترصدني عندما أقتل من أطارده. تقصد رجال القصر المقنعين؟ مات أربعة بيدي، والأخير رأس الأفعى سيلحق بهم عما قريب. لما تقطع الرأس وبإمكانك حل عقدة اللسان؟ ماذا؟ لما قد؟ كان الجني يبطش في المنام فقط، لم يلازمك يومياً قط حتى فتحت الصندوق. عرف المقنعون ما بداخل الغرض القديم الذي استيقظ حين لمسته. لعل لديهم إجابات كأحياء أكثر منهم كأموات. إنني أطارد أعدائي، إنني لا أقاسمهم رغيفي. لقد أديت يميناً يا نهاد. كيف تطاردهم وأنت مطارد؟ إن استطعت السير في الظلام حراً دون عبء فستخدم النور أفضل. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. إن لم تسل خصومك فسل أصدقائك على الأقل عما كان يسكن ذلك الصندوق ولماذا سعوا إليه. ينتظرني رفاقي عند مقر الحربية. صفي ذهنك يا باسم، ركز على المهمة التي أمامك. ثم تفرد من الثعابين قريب. قطعة أخرى. مهلاً.
متى ستظل مستمعا يا ميت؟